سلام البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وباحوال طيبه. اليوم بغيت نوجد معكم هاد الساندويتشات بخبز ديال الطوست، كيسميوهم جيوب التاجر. ان شاء الله غتجربوهم ويعجبوكم، وكنتمنى ينالوا الاستحسان ديالكم. دابا غادي ندوزو باش نوريكم الطريقه والمقادير. غادي ناخذ البنات الخبز ديال الطوست، كنحتاجو هذا الخبز ديال الطوست. انا غندير هذا الكامل، هانتوما هذا الخبز، هذا نتوما ديروا اي واحد بغيتو كيف ما كان. كنحتاجو على حسب عدد الاشخاص. هانتوما نعمل لكم بطريقه سهله بزاف. كناخذو كنحطوه هنا هكا فوق سطح العمل. غادي نديرو ناخذ واحد المدلك وغادي نوركو عليه هكا. شفتو بحال كنضغطوهم مع بعضياتهم باش كيلصقو وكيتبسطو في نفس الوقت بحال هكا. هانتوما كتجيبو شي قطاعه باش هتقطعو. انا هادي انا غندير هذا، المهم ندير بانو باش ما كان، حيت هذيك اللي عندي الاخرى صغيره، هذا هو اللي بان ليا شويه كبير. غنجيبو هكا وغادي نورك به بحال هكا. صافي غنورك عليه هكا ونقطعو. طريقه سهله بزاف. وهاد الجنيبات راه ما كيضيعوش، هاد الجناب كتاخذوهم كتحطوهم في الفران سخون، كتكرموهم من بعد كتطحنوهم كيوليو شابليغ. هانتوما غندير معاكم واحده اخرى. كناخذو جوج هكا ديال الطوست، كنبسطوهم مزيان بالمدلك هكا باش كيلصقو على بعضياتهم، وكنقطعو. صافي كنورك على هذا، وغنكمل البنات وغنديرهم هذا وغنديرهم كاملين شحال ما بغيتو نتوما، ونعاودو نتلاقاو باش نكملو. هيا البنات الحشوة ديالنا شنو غنحتاجو ليها؟ غادي نحتاجو صدر ديال الدجاج مقطع هكا مكعبات صغيورين يكون رقيق هكا، فص ديال التومة غادي نعصرو معاه، غنحتاجو البصلة الخضارية هي اللي عندي، لا ما عندكمش ديرو غير البصلة العادية شلدوها رقيقة، شوية ديال الزيتون، شوية ديال الملحة، شوية ديال البزار، شوية ديال العطرية ديال الشاورما. هادشي غنحتاجو في هاد الحشوة هادي اللي غطيب. من بعد غنصوبو واحد لاصوص بالياغورت الطبيعي، الياغورت الطبيعي مع سميتو المايونيز، مع واحد الاشالوط ولا بصله مشلضه رقيقه بزاف، والخس حتى هو غناخدو غنقطعو رقيق حتى هويا، وغندير معاهم شويه الملح وشويه البزار. صافي البنات والخبز ديالي ها هو كملتو. من بعد غادي ندوزو في البيض ولا شابلي ونقليه ونوريكم الطريقه. انتما البنات هنايا خديت المقله درت فيها شويه ديال الزيت ودرت هذيك البصله هاي باش تشحر ليا، وغنزيد عليها هذوك الطريفات ديال الدجاج ديالي، وغندير مليحه والبزار شويه ديال العطريه ديال الشاورما، ونخليهم حتى يتخلو مزيان ويطيحوا. ها هو البنات هنايا درت البزار ودرت سميتو داك شويه ديال العطريه ديال الشاورما. صافي غنخلي هذه الحشوه ديالي تتخلى مزيان، وفي الاخير غنزيد عليها هذاك الزيتون المقطع ونعاودو نتلاقاو. هاي الحشوه ديالنا البنات بعد ما طابت وزدت عليها داك الزيتون، هنايا قطعت الخس ديالي رقيق بزاف، وغادي نزيد عليه داك البصيله. انا درت ايشالوط، نتوما ديروا اللي عندكم، هاي البصيله مشلضه رقيقه بزاف. غادي نزيد هذاك المايونيز مع هذا الخس هذا، غادي نزيد هاد الياغورت طبيعي غير شويه ديال الملح. صافي غنخلط هادشي وغنزيد عليه هاد الدجاج ديالنا، وهالحشوه ديالنا واجده. ها هي البنات الحشوه ديالنا واجده. صافي ها خلطت داكشي كامل، دابا غادي ندوزو نوجدو الطوست ديالنا نقليوه. غادي ناخذ البنات هاد الخبيزات ديالنا ديال الطوست، غادي نديرهم هكا في البيض. البيض راه طربتو مع شويه ديال المليحه وشويه البزار، غندوزهم في شابليغ بحال هكا. هانتوما
صافي البنات بحال هكا غادي ندوزهم كاملين. نستمر هكا ندوز خبيزه هكا وحده نديرها هنايا في البيض، من بعد ندوزها شابلوغ. ملي غنكملهم كاملين غادي ندوز نقليهم في الزيت سيكون سخون. المهم ملي نكملهم غادي نمشيو نقليهم البنات. ها هو البنات هنايا درت حمام ديال الزيت سخون، غنحط فيه هكا الخبيزات هكا. وغادي نبقى نديرهم حتى يتحمر. ها انتما البنات ها كيفاش كيجيو، شتي كيتنفخو 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 بحال تقولي كتقليو في شي بينيه ولا هدا ولا شي. صافي يتحمرو غي شويه ونحيدوهم، خلوهم شي يتحمرو بزاف باش ميجيوش يابسين. صافي البنات غادي نكمل هكا نقليهم ونتلاقاو باش نعمروه. هاهما البنات الخبيزات ديالنا من بعد ما قليتهم ها كيفاش كيجيو، كيجيو منفوخين وزوينين وما تخافوش منهم، راه ما كيشربوش زعما الزيت بزاف تقولوا غادي يشربوا الزيت ولا هذا. ها نتوما نحلو حيده تشوفوا كيف كتجي. صافي تخون كيجيو محلولين من الداخل وما شاربين لا زيت لا والو، شفتوا الداخل راه ما شاربينش الزيت. صافي دابا غادي نقطعهم كاملين هكا في النص باش كيجيو على شكل ديال الجيب، وغادي نعمرهم بهذه الحشوه ديالي ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي كيف كيجي. ها انتما البنات غادي ناخذ هكا شويه ديال الحشوه ونعمرهم من الداخل هاد الحشوه كتجي لذيذه وتقدروا تعمروهم باي حاجه بغيتو نتوما. من بعد غندير شويه الفرماج محكوك ولا نشوف ولا نخليهم غير هكا. ها هما البنات الخبيزات ديالنا كيف كيجيو، كيجيو لذادين بزاف. عمروهم باي حشوه بغيتو نتوما على الذوق ديالكم. المهم انا شاركت معكم هاد الحشوه البسيطه هادي ودرت معاهم شويه ديال الفرماج بحال هكا محكوك. صافي البنات هادشي اللي كاين، كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم وتشاركوهم مع الاحباب والاصدقاء. ولا عجبتكم الوصفه خليو لي جيم وخليو لي التعليقات ديالكم اللي كتشجعني دائما، واللي يلا دخل عندي القناه مرحبا به. وشكرا لكم بزاف والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.